أخيرا بعد تقريبا 5 أشهر بهاللحظات عم تولد الحكومة وما بعرف قديش الناس بتعني لهم يعني إنه بتولد الحكومة بعد 5 أشهر محاكات ومعارك وصراعات على الحصص وعلى الحقايب وعلى كل الشيء الشخصي على المحلي على الخارجي على الإقليمي. يعني الحدث يعني تقريبا جوف من مضمونه لدرجة إنه موتوه، يعني الطبقة السياسية موتت الحدث وأهمية إنه يكون في حكومة جديدة. صارت بالمعطل اللي صارت فيه المعركة، معركة بكل معنى الكلمة على الحقائب، كأنه يعني استحقاق الأهم بالنسبة للعالم إنه تيجي حكومة فريق عمل منسجم يتولى شؤون البلد ويخدر على مرحلة تغيير جديدة وعلى مرحلة مختلفة عن السابق. ما عاد عم يصدقوا الوعود ولا ما بعرف قديش حيصدقوا بكره بيان وزاري وشو راح يطلع ببيان وزاري بعد ما صارت هذه المعارك. في اللحظه اللي عم تولد فيها هذه الحكومه في معادلة بلبنان متناقضه. الناس اللي بدها تتفائل انه في حكومه جديده اخيرا وتضم كل الاطراف ربما تفتح الافق وتفتح الافق على المستقبل وعلى تخطيط للمستقبل بشكل جيد، الوقت اللي ماضي التجارب السياسيه بشكل حالة تشكيك عميقة بأنه قديش فيها هذه الحكومة تقدر تقدم إنجازات للعالم وتعمل خطة مستقبلية للناس وتمحي أو على الأقل تزيل أثار مرحلة الصراع القديم اللي امتد من 2005 لليوم. مع ولادة الحكومة بعود السؤال، ما بقى بدنا نطلع لورا ومعركة الحصص الحقيقية صارت ورانا. مهم هذه الحكومة، أول حكومة لسعد الحريري، حكومة سعد الحريري الأولى، يمكن ما بعرف يعني تكون الاولى ولا غير الاولى، المهم حكومه سعد الحريري قديش بدها تقدر تنقل العالم والبلد من ضفه لضفه. هون السؤال، مرحله التشكيك مبرره بالكامل، اللي مثله مثل غيري له الحق على طول يقولوا التجارب السابقه ما بتشجع، ما بتفتح الافق على مرحله توقع انه يكون في تغيير حقيقي. التحدي اللي بتواجهه هذه الحكومه بكل اعضائها، بالقوى السياسيه المثلي فيها، برئيسها، بكل الاستابليشمنت السياسي، الطبقة السياسية، قديش ممكن يستجيبوا لمتطلبات لبنان في التغيير وفي وضعه على طريق الحداثة وعلى طريق يعني الاستيفاء حاجات العالم، قضايا العالم الكبيرة، وخصوصي انه في تحديات كثير خارجية خطيرة اقليميا عم تتفاعل بالمنطقة، في براكين بالمنطقة عم تتفجر، قديش هذه الحكومة بدها تكون مستشعرة عن بعد للاخطار عم تحدث في البلد.